اوكي يسلم، شكرا لليك، يعطيك العافية. معنا المحامي نصري أبو يونس، طبعا مدينة سخنين. يعني أستاذ نصري، احنا موجودين مدخل يعني البريد في سخنين، انا شفت وانتبهت الامر الادي لا يطاق بالنسبة لعدد الاخوة المواطنين اللي هن بيرتادوا البريد، ويعني كل العاملين او المستخدمين هن 3 اشخاص اللي بيستقبلوا الجمهور، هذا عدد لا يكفي. أنا شفت إنه في يعني ما لا يقل عن 40-50 شخص بانتظار الدور. هذا الإشي مزبوط، وهذا الإشي موجود من سنين. نعم. إنه الدور هنا بأخذ وقت كبير وعدة مراحل، بيستنى الواحد أكثر من نص ساعة وساعة تيصل دوره. نعم. هذا الإشي الناس المواطنين بيعانوا منه كثير. وإنه الواحد يترك شغله ويجي يقعد هنا نص ساعة ساعة يجي دوره، هذا إشي لا يطاق. وإحنا بنتأمل إنه من المسؤولين بالبلد إنه إذا بيقدروا يكون افتتاح كمان مرة كمان فرع بريد جديد بسخنين، اللي يقدر يكفي لكل سكان مدينة سخنين اللي هي تضاهي 27,000 نسمة. نعم. يعني فرع بريد واحد فقط في مدينة سخنين لا يكفي. نعم. وهذا الاشي في تذمر كثير من السكان على هذا الاشي. يعني لو سألنا الأستاذ نصري، يعني لو أنت اليوم بدك تفوت على البنك أيضا، أي بنك من بنوك سخنين، هو أيضا يعني يستغرق وقت يمكن زي الوقت اللي بتقضيه هنا في البريد. الفرق بين البنك وبين البريد، هناك في 7 موظفين أو 8 موظفين أو أكثر. نعم. وحسب كل معاملة ومعاملة. نعم. في للتجار في موظف، في لأصحاب الحسابات العادية موظف، أما بالبريد في 3 موظفين فقط. نعم. وعدة مرات تصل الأرقام الدور لتضاهي للـ400 و500 رقم. نعم. وهذا لا يكفي. وأنا انتبهت أيضا أنه في أيضا من المواطنين من عرابي، من دير حنة، من المغار أيضا. أكيد يتوافد على فرع بريد سخنين مش فقط سكان مدينة سخنين، برضو يتوافد أناس من خارج مدينة سخنين، لأن مدينة مركزية في المنطقة. مدينة مركزية بالمنطقة، من عرابي، من دير حنة، من نعم. كوكب. نعم. ومن عدة مدن مجاورة برضو يهودية يأتون إلى فرع البريد. إذا أنتم بتطالبوا إما زيادة عدد المستخدمين وإما فتح فرع أيضا. نطلب قدر المستطاع زيادة الموظفين في فرع البريد وافتتاح فرع جديد. نحن بحاجة أخرى فرع جديد في مدينة سخنين إذا مش أكثر. حتى الموقف هنا ما فيش مكان توقف فيه. الموقف يعني لا غير معقول يعني، وإشي لا يطاق. نعم. نطلب إنه يكون فرع بريد في مكان منطقة صناعية أو في مكان يكون فيه موقف للسيارات ويكون فيه راحة لكل شخص وشخص من الزبائن. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. شكرا. معنا الأخ كمال شاهين من سخنين. طبعا يعني أخ كمال، حضرتك بتصر كثير على البريد، كيف فهمت؟ لو تحدثنا بالنسبة للدور، قديش بيصل الدور قدامك عادة؟ كم نمرة؟ مرات بكون الدور قدامي حوالي 70 نمرة قدامي، مرات بكون 100، مرات بكون 200. يعني الوضع بيجي متفاقم كثير، المفروض انه يكون. نعم. في حل ثاني. يعني انت بتحكي في ايام الذروه، في ايام دفع الضريبه، في ايام كذا بكون يعني. نعم. العدد الناس تكون لمره، تيجي الناس تاخذ نمره وترجع بصير مشاكل كثير عليها يعني. نعم. المفروض انه يكون في كمان فرع او يكون في حل ثاني. يعني بريد لسخنين يعني 30,000 مواطن في بسخنين، وبيجي من حوالين سخنين يعني، كمان بيجي من عراب وبيجي من دير حنة وبيجي من المستوطنات الموجودة حول سخنين يعني. نعم. بريد واحد يعني بهذا التواضع ما بكفيش، مفروض يكون كمان فرع ثاني أو فرع ثالث. أنا بنتبه برضو يعني بصير هنا في زحمة بالسيارات،
طبعا هنا بعدين ما وسعوا الشارع هنا الحنيون هنا فوق الصربية صار في مشاكل كثيرة. تنساش انه عملوا جزيرة هنا في الشارع هنا اذا بدك تصور يعني. نعم. هاي الجزيرة غلت كثير يعني، حتى اللي بده يفوت على البريد بده يروح يدور على الدوار ويرجع لهون، واذا بده يقطع هيك وبده يقطع هيك يمكن البوليس يكون واقف له بياخذ مخالفة. نعم. يعني بعرفش ليش الجزيرة يعملوها، ولو انه فيش لها حاجة يعني حسب رأيي يعني. كمواطن كسائق انا بقول الجزيرة ما فيش لها حاجة، بعرفش ليش سووها. في مشاكل كثيره مش بس بالبريد، برضه في الشارع بصير في مشاكل. اساس انه بصير برضه حوادث، لو واحد بيقطع مرات تيجي سياره ثانيه تضربه، في اشكال كبيره. كمان شيء شكرا جدا، يعطيك العافيه. انا اسمي جمال صاحب نعم المحل الموجودون. نعم. وعندنا هذا المحل التجاري صار لنا تقريبا 10 سنين. نعم. بخصوص مشكله البريد، البريد زي ما كل شايف بريد، وانا دائما في ضغط ازدحام كبير. نعم. ظل الشارع مسكر من ناحيتين، وعلى ادى انه الموقف صار يغلف زي كثير على صاحبين المحلات. نعم. سواء محلات الاواعي او محل انا او محلات المحميه اللي فوق. نعم. لانه الموقف صغير اكثر بكثير من المكان الاول بعد ما وسعوا الشارع. كمان البريد نفسه في بيخدم كثير، مش بس اهل سخنين، بيخدم قرى المجاوره، بيخدم المشوفين اللي حوالينا هذول السلطنات. نعم. وبناء عليه يظل ضغط اكثر من اللازم هون، سواء على الموقف او على شوارع سخنين. نعم. نعم. عشان هيك نطلب نتامل انه هذا واحد توجهنا لاكثر من شخص بريد، توجهنا ما خليناش ولا حدا اخذ الشيء بعين الاعتبار. نعم. نتامل انه حدا يسمعنا. احنا شايفين حتى يعني سياره البريد بدها تفوت على البريد ما فيش محل. مش بس سياره البريد، حتى احنا كتجار. نعم. بيجي سيارات بتجيب لنا بضاعه. صعب جدا يعني هذا الوضع هذا الحال. نعم. احنا ننزل بضاعه احنا. الموقف كلياته مليان، ما فيش امكانيه سياره كبيره تفوت هون. حتى سياره البريد نفسها. كل حكيت مظبوط. صحيح. سياره البريد نفسها بتعاني. يعني بيجي كثير مرات بشوفه بوقف لقدام كثير، ببعد كثير عن الموقف هون. نعم. وبجر مع رباي من هناك لهون. احنا كذلك الامر، احنا بدنا ننزل بضاعه على المحلات تاعتنا، نوقف سياراتنا بعيد وبنجر بعربيات من هناك لهناك، اللي هو صعب جدا علينا. نعم. الزباين نفسه خسرنا احنا زباين كثير. نعم. لانه بيستغل بقلل المرور، يجي لهون على موقف مليان، يجي على موقف مليان وضغط سير، وين بيوقف سيارته؟ بيروح يوقف سيارته وين؟ بيقدرش يوقف سيارته بالموقف، بيقدرش يوقف سيارته بالشارع، بخاف يعملوا له مخالفه، بيضطر يوقف محل بعيد، او بالاخر بقول يعني بلاش خلص بوقف بشتري محل ثاني. لانه هيك احنا بنخسر صرنا زباين. اهم زباين اللي كانوا يجوا عندنا من بريد البلد كثير خسرناهم كلياتهم تقريبا. وزباين اولاد البلد اللي بيجوا من قلب البلد من جوا لهون برضه صاروا يقصروا، بطلوا يقدروا يجوا لهون بناء على الوضع اللي انت شايفه. نعم. طب شو الحلول حسب رايك؟ الحلول اول شيء، اول حل انا حسب رايي لازم البريد نفسه يلاقي اخرى فرع له ليخدم اهل البلد اللي جوا، فيش حاجه ينزلوا على الشارع كلياته. نعم. ساعتها بخفف الضغط على الشارع. نعم. شايف؟ او يحطوا اكثر من موظفين، في هنا 3 موظفين يعني من الصبح لسه 3 موظفين على كل كميه هاي الناس بكفيش. قديش بتوصل النمره هون؟ انا بشوفت كثير ناس بيجوا بيشكوا بيقولوا نمرتي 500 وبعد 200. يعني في قدامي 300 شخص بيجوا، ناس بياخذوا نمر وبروح بيسوي مشاوير وبيقضي حاجاته وبيرجع بلاقي دور بعده مش واصل. هذا بدل على قديش لهي الدرجه. هذا بدل على قديش في ضغط في البريد هنا، وحتى ان موظفين البريد يعني بتعبوا جدا، واعصابه بفقد اعصابه مرات على الناس من الضغط. مش بالسهل انه انت تيجي تحكي مع بني ادم بيشتغل 12 ساعه بيحكي قديش